هذه الأيام هي الأيام الخامسة العلمية اللي تقام في ولاية ورقلة. أيام العلمية تسمح للأطباء الجزائريين الكوبيين للالتقاء لتبادل الخبرات فيما يخص تقنيات فحص جديدة أو تقنيات جراحية لنتبادلوها ما بيناتنا. كاين تقنيات اللي حنا كجزائر نعرفوها وكاين تقنيات الكوبيين يقدروا يمدوها لنا بحكم انهم هما راحوا لبعثات بزاف في انحاء كبيره من العالم. هذه السنه من اول جانفي الى غايه اليوم كان عدد الفحوصات اكثر من 150 الف فحوصات عامه ومتخصصه في مجال الطب وجراحه العيون، وتمثل عدد العمليات بمختلف التخصصات سواء في الشبكيه، في الكاتاراكت، في الجلوكوم، حوالي 14 ألف عملية.